السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ولد. وعليكم يا مولانا. اتفضل. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس. اتفضل. اخ مغترب مش مصري وكان جايب معاه متبرع وجنسيته من دولة عربية. الدم وفصيلة الدم ما توافقوش. فهو بين الحياة والموت. فأنا بصفتي مصري فقلت في يعني في ناس في مصر بيعملوا عمليات زي كده بس المتبرعين بياخدوا فلوس. فأنا شايف إن في حرمانية مني أنا إن أنا أتدخل في حاجة زي كده. فقال بس هو فعلا يعني لو ما حصلوش عملية نقل الكلى دي ممكن يموت. فقال في وزر لو أنا تدخلت في حاجة زي كده؟ يعني أنت تسأل عن إنك تتبرع ل لا لا أنا مش هتبرع، أنا ممكن أشوف له حد بياخد فلوس وهو يتبرع، أنا ماليش دعوة يعني أنا ولا أنا هاخد فلوس ليا أنا ولا حاجة، أنا بسأل بس هل في وزر لو أنا تدخلت في الموضوع ده ليه هو يعني حد اسمر غريب؟ اصبر اصبر يعني أنت تسأل هل يجوز التدخل بشفاعة حسنة لدى بعض الناس لإنقاذ شخص من الموت؟ تمام، بس الشخص ده هياخد أموال. هياخد أموال ازاي؟ مش هيتبرع كده يعني لأنه ما يعرفوش، هيضطر ان هو هياخد أموال. لما لازم تكون متيقن انت الآن ترشد شخصا تقول تبرع لفلان، لازم تكون متأكد ان هذا الفلان. تمام بس. السلام عليكم.